Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. نقع الرز، رز الحبة القصيرة. نوضع بماء عادة من الصنبور لمدة 3 ساعات. الكمية هي اختياري. نتركه لمدة 3 ساعات. هيك مضى 3 ساعات. نتخلص من الماء. بعد 3 ساعات نتخلص من الماء وبنوضعه على قطعة قماش وبنتركه لمدة 3 ساعات تانية. طبعا بنفرده وبنتخلص من الماء الزائد. واحنا يعني عاوزينه يكون شوية يكون رطب، يعني مش عاوزين انه ينشف على الاخر منشان ينطحن معنا يكون ناعم. هيك بعد 3 ساعات تانيين هو رطب قليل، ما في مشكلة منشان يكون ناعم معنا. بنطحنه بمطحنة البن يكون مثل هيك ناعم. بننخل الدقيق، بننخله جيد، والزيادة الخشن بنعيده لمطحنة البن، وهيك بنعمل كل الكمية. مثل ما انتو شايفين هو كتير ناعم مثل الدقيق العادي. بنسكب 3 كوب، كل كوب تقريبا وزنه 135 جرام 134 جرام حسب كمية الرطوبة اللي فيه. نوضع 3 كوب وقليل من الملح ونص كوب تقريبا هو 135 جرام او حسب الحاجة، حسب الرطوبة الموجودة ممكن نحتاج زيادة معلقتين ثلاثة بالعين يعني. بعد ما تبرد نقدر نمسكها نعجن جيد لمدة 10 دقائق. لازم نعجنها جيد لأنه هي ما فيها جلوتين وإحنا بنحاول نخلق فيها جلوتين. هيك عجناها جيد 10 دقائق. الحجم هو اختياري، نقطعها حسب إحنا شو عاوزين. هيك بنقطعها ونتركها ترتاح 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق نضغطها بإيدنا ونفردها، وإذا احتاجت ممكن نوضع لها شوية من دقيق الأرز. ممكن نعملها بقالب بالصحن مع السكين أو أي صحن متوفر عنا أو قالب، أو نتركها مثل ما هي ما في مشكلة. هو يعني منظر اكتر. هيك بنفرد الكمية كلها بنعملها. ممكن نستخدم اي طاسة متوفرة عنا بالبيت او في اي طريقة ممكن احنا نخبزه. اي طاسة متوفرة، ستلس، تيفال، اي شيء متوفر، ولكن انا عجبني الطريقة هذه اكتر على الحرارة مباشر. ممكن نعمله على الكهرب او على الغاز نفس الشيء. المهم يكون بعيد عن النار قليل، يعني شيء 3 سم يكون بعيد عن الحرارة. مثل ما انتو شايفين ممكن على الكهرب او على الغاز او على الطاسة او بالفرن، ولكن هو يعني كتير مميز. ولكن لا تتوقعوا مثل الخبز الابيض العادي يعني يكون، ولكن هو بديل. مثل ما انتو شايفين كتير روعة وكتير حلو. في أمان الله. انتظرونا بوصة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.